وضع النقاط فوق الحروف ورسم السياسة السورية المستقبلية على ملفات شكلت نقاط توقف على مدار أكثر من عقد. لن ألتقي أردوغان وفقاً لشروطه، كان ملخصاً لرد الرئيس السوري بشار الأسد في حديثه لقناة سكاي نيوز عربية عن تطبيع العلاقات مع تركيا. من دون شروط مسبقة للقاء يعني من دون جدول أعمال، من دون جدول أعمال يعني من دون تحضير، من دون تحضير يعني من دون نتائج. يعني لماذا نلتقي أنا وأردوغان؟ لكي نشرب المرطبات يعني مثلاً؟ نحن نريد أن نصل لهدف واضح، هدفنا هو الانسحاب من الأراضي السورية، بينما هدف أردوغان هو شرعنة وجود الاحتلال التركي في سوريا. فلذلك لا يمكن أن يتم اللقاء تحت شروط أردوغان. الأسد كشف في الحوار عن سيناريوهات لخلق حالة من الرعب في سوريا، مثل ما حدث مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي والرئيس العراقي الراحل صدام حسين. بالنسبة للسيناريوهات التي حصلت الحقيقة لا، لأن هذه السيناريوهات وضعت كما حصل مع القذافي أو كما حصل مع صدام حسين في العراق لكي تخلق حالة رعب. فكان لدينا في سوريا وعي تماماً للسيناريوهات التي وضعت في الإعلام وسوقت في الإعلام لكي تخلق حالة من الرعب، لذلك لم تكن هذه السيناريوهات في عقولنا بشكل عام، خاصة أننا كنا نخوض معركة وجودية. المستهدف لم يكن القذافي كانت ليبيا، المستهدف لم يكن صدام حسين كان العراق، والمستهدف لم يكن الرئيس بشار كان سوريا. عندما تضع هذه الأمور يعني بحسبان فأنت لن تعيش هاجس الحالات الشخصية التي حاولوا تسويقها من أجل خلق حالة من الرعب. ورغم رفع تعليق عضوية دمشق في الجامعة العربية، إلا أن الرئيس الأسد يرى أن العلاقات العربية هي علاقات شكلية، موضحاً سبب ذلك. لسبب بسيط، لأننا يعني بطريقة تفكيرنا ربما على مستوى الدول أو هي ثقافة عامة لا أدري، لا نطرح حلول عملية ولا نطرح أفكار عملية لإيشي، نحب الخطابات والبيانات واللقاءات الشكلية، هذه طبيعة العلاقة. فعودة سوريا هل ستكون شكلية أم غيرها؟ هذا يعتمد على طبيعة العلاقات العربية. هل تغيرت؟ لا أعتقد بأنها تغيرت بالعمق. هناك بداية وعي لحجم المخاطر التي تؤثر علينا كدول عربية، لكنها لم تصل إلى مرحلة وضع الحلول. طالما أنه لا يوجد حلول للمشاكل فإذا العلاقة ستبقى شكلية. أما عن موقف سوريا من حماس، قال الرئيس السوري بوضوح: موقف الحركة تجاه بلادنا كان مزيجاً من الغدر والنفاق. الموقف نحن أعلننا بأكثر من مناسبة بأنه موقف غدر، لأن هذه الجهة التي ليس لأننا وقفنا معها، لكن لأنها كانت تدعي المقاومة في ذلك الوقت، وأنا أتحدث عن القيادة، لا أتحدث عن كل حماس، لا أعرف كل حماس، التي دعت بأنها تقف مع المقاومة هي نفسها التي حملت علم الاحتلال الفرنسي لسوريا. فكيف يمكن لشخص يدعي المقاومة أن يقف مع احتلال نتج باحتلال أمريكي وتركي وعدوان إسرائيلي تحت علم محتل فرنسي؟ هذا الموقف هو مزيج من الغدر والنفاق.